الآن وحصريا افخري يا بنت كسب الجمايل جديد الزفاف حق لك لا تفخري يا القاسمية يا ثريا الفارقة بين المثايل علم واخلاق وجمال وجاذبية افخري يا بنت كسب الجمايل حق لك لا تفخري يا القاسمية يا ثريا الفارقة بين المثايل علم واخلاق وجمال وجاذبية لكبارك وهدي بيوت الجزايل يا من التذكرة والفرحة حية ألفي مبروك وفرحي وشك زايل بالشهادة العالية يا أجمل بنية التعب جاتك وتشهد لك فعايل والعزيمة والسهر والمعنوية لكل الشريعة بالدلايل تشهد وتشهد بالهمة القوية حقوق المرأة في الإسلام كانت الرسالة والدراسة يا الوفية عام 42 بين الأوائل صدتي بصف الصدارة يا ذرية أنت بنت الشامعة الرب الفعايل مسلمنا الكفو جذر العطية يا عسى مثواه في أعلى المنازل في الجنان بصحبة الهدي النبية وتزي بإخوانك رجال الصمايل هم حزامك وسندك تشهد لك فعايل والعزيمة والسهر والمعنوية لكلية الشريعة بالدلايل تشهد وتشهد بالهمة القوية عن حقوق المرأة في الإسلام كانت الرسالة والدراسة يا الوفية عام 42 بين الأوائل صرتي بصف الصدارة يا ذرية أنت بنت الشامعة الرب الفعايل مسلمنا الكفو جذر العطية يا عسى سندك بين البرية يا كبر فرحة خواتك الأصايل كل نتبارك لك الفرحة الهنية والحبايب بارك والحفل حافل ومحاكم تهدي لك القى هدية يا من القاسم لكم بين القبايل هبة وعزة وأمجد عليا مجدكم شامخ شموخ جبال حايل يا من أوختار خصوم بكل هيا جديد الزفات والشيلات.